تنبسطي. قلتي لي قرفانة؟ اصلا لو تعلمتي مني شيء ما كنتي وقعتي هالمرأس. تطل الفنانة نظري الرواس خلال شهر رمضان المبارك من خلال شخصية بوثينة، المرأة المتسلطة في مسلسل غفوة القلوب، من تأليف هديل إسماعيل وإخراج رشاد كوكش، ومن إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ضمن مشروع خبز الحياة بإشراف المخرج زياد جوريوس الرئيس. عم أدي شخصية بوثينة. بوثينة كالمعتاد الشر المطلق الموجود في هذه الحياة. عم بتلعب الكل كأنهم حجار شطرنج بالنسبة لإلها. عم بتحاول تدافع قدر المستطاع عن عائلتها من وجهة نظرها، طبعاً بأساليب ما أنا جيدة وما أنا صح أبدا. هلأ هنا عم بيشوفوني بالطريقة يلي أنا تقدمت فيها كتير، وخلص بتحس أنه مثل أنه بدنا شخص شرير فجيبوا نصلي رواس. أحياناً بقول يعني خلص حاجة، بس كل ما عم أقدم شيء فيه شر بس لا، عم بيكون يعني الدور غير دور، ما شرط يكونوا كلياتهم نفس الشيء. بفضل أني أنا كمان ألعب شخصيات تانية، بس هذا الشيء عم يعطيني بالعكس حافز أنه أنا دائماً أقدم شخصية غير الثانية. 234-33 معزومين على الصبحية عند النبيل. شو جامل الصبحيات والجمعات؟ ايه طبعا لازم الكل يعرف انه انا ابني طلع براءة، يعني ما في شي منغص علي حياتي. بعد كل شي صار وعم يصير ولسه مو همك الا العالم؟ عبد المجيد كل مرة بدك تحكي بنفس القصص، كل مرة بدك تحكي نفس القصص، ما بتمل انت؟ كلياتنا عم نحاول نساعد قدر المستطاع انه نكون موجودين بهذا المشروع، وبرافو يعني ان شاء الله يضلوا ويستمر. بحبكم.